وللحديث حول هذا الأمر ولتعقيدات موسم العودة إلى المدارس لنا حديث مع مجموعة من مدراء التعليم في بعض الولايات، ونبدأ بشمال دارفور. معنا عبر الهاتف الأستاذ إدريس محمد عبد الله، مدير عام وزارة التربية والتوجيه ولاية شمال دارفور. مساء الخير عليك. مساء النور وأهلا بكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. حدثنا عن استعداد الولاية لاستقبال العام الدراسي الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نحن كباقي ولايات السودان قررنا أن يكون فتوح المدارس في 2 أكتوبر، وحقيقة الاستعدادات للعام الدراسي فيها نوع من التحديات والتعقيدات. نعم. نحن نواجه مشاكل كثيرة وعدة، منها نقص المعلمين. يعني الولاية فيها نقص حوالي 12,755. نعم. وعايز النقص في العمال، ونقص في الإجلاس، نقص في الكتاب المدرسي. نعم. وأيضا عندنا مشكلة في المكاتب، يعني مكاتبنا 50% منها بمواد محلية. نعم. وأيضا في دورات المياه. نعم. 1599 مدرسة لا توجد فيها دورات مياه. نعم. وأيضا لدينا مشكلة في المخازن ومعامل العلوم ومعامل الحاسوب. نعم. إذن لا يوجد هنالك أي تجهيزات للعام الدراسي الجديد، وخصوصا أنه نحن نتكلم عن المرحلة المتوسطة، يعني برضو دي عايزة. نعم. لا يوجد تجهيزات للعام الجديد، إلا أننا فتحنا هذه أو استضفت هذه المدارس يوم الأحد القادم. نعم. وبجهد المقل. نعم. نحن قد رفعنا كل هذا التصور بهذا النقص الى او المطلوبات الى رئاسة الحكومه في الولايه. نعم. ولكن لسه لم يوضع الترتيبات لحل هذه المشكلات. نعم. ونحن نقول انه التعليم في تدهور مستمر. نعم. ويبدو انه لم تكن اولويه بالنسبه للدوله في هذا او في هذا الايام، يعني بالضبط. نعم. وبالتالي نتحمل، والمجالس التربويه هي التي يعني تتحمل الجزء الاكبر من الصرف على التعليم. نعم. وبالتالي نحاول ان نتجه الى الجهد الشعبي أكثر من الجهد الحكومي في حل مثل هذه الاشكالات ان شاء الله. نعم. طيب، هل طرحتوا الامر للجهد الشعبي؟ نحن في دعيناهم اليوم كمجلس التربية وعالة. نعم. لطرح هذه الإشكالات، ولكن لظروف ما عجلناها للأسبوع القادم. نعم. وإن شاء الله سنجلس معهم، وهم يعني برضو قاعدين يبذلوا مجهود جبار في تسيير دفة التعليم في ولاية شمال دارفور. نعم. يعني على أي حال رغم النقص الكبير اللي أنت تكلمت عنه أستاذ إدريس، لكن الموعد بتاع اللي هو لعودة طلاب مرة أخرى للدراسة في العام الجديد قائم، يعني حددته اليوم، ورغم النقص الكبير إلا أنه الطلبة حينزلوا في نفس المواعيد. نعم، قائم، لأنه لم تكن هناك حلول مرئية في الوقت القريب وفي الوقت القريب. والفترة الأولى محدد بفترة الدراسة بين 70 يوما صافيا إلى 80 يوم. نعم. طيب، وبالتالي نعم، أي تأخير في كده بأخر في الخطط التشغيلية التي توضع تدريس المناهج. نعم. طيب، المعالجة اللي انتم حتعملوها باعتبار انه المتوسط يعني التجهيزات له يتطلب جهد كبير، يعني حتى في الاماكن اللي فيها خدمات هنالك حديث عن انه محتاجين لأساتذة للمرحلة المتوسطة، الاستعانة بالأساتذة القدامى وتدريب الأساتذة الجدد وغير ذلك من الإجراءات، لأنه هي دي مرحلة أضيفت وتترتب عليها استعدادات أيضا. بالنسبه لنا في ولايه شمال دارفور، نحن ابتدانا بدايه صحيحه في تاسيس المرحله المتوسطه. نعم. منذ قبل اول ما صدر القرار من الوزاره الاتحاديه بالمطلوبات، احنا عيننا مدير تعليم مرحله متوسطه ومدراء في المحليات، ومن اول عام اسسنا المرحله المتوسطه وعيننا لكل مدرسه وكيل للفصل الواحد، وحتى الفصلين برضه هيكون عنده وكيل. نعم. وحددنا يعني في بعض المواقع تكون المدارس دي يعني نفس الجزء من الاساس، عشان جزء يكون ابتدائي وجزء متوسط. نعم. والان ماشيين في اتجاه برضه كثير من المواقع بدينا نعمل مدارس منفصله. نعم.
واجرينا امتحانات من اول وهله للصف السادس، وهذا العام الثاني فيها بطاقه وفيها استماره وفيها رقم جلوس. نعم طبعا نعم اتفضل. واخذنا 753 من المرحله الاساس، فهو حولناه من المرحله المتوسطه. وعملنا نظام توأمه ما بين الموجودين في الابتدائي والموجودين في المتوسطه انه يكملوا جداولهم مع بعض، وبهذه الصوره حلينا الاشكال في العام الماضي، سنحلها ان شاء الله في العام الجديد. نعم. ايضا واحده من التحديات اللي بتواجهكم في ولايه شمال دارفور معسكر زمزم، وهو معسكر يعاني ظروف خاصه. كيف عالجتم وضع المعسكر والمدارس فيه؟ ما زمزم فيها زي 28 مدرسه اساس. نعم. ومدرستين متوسطه ومدرستين ثانويات. نعم. هذا الخريف المضى تأثر كثير من مبانيه بفعل الأمطار، انجرف بعد الفصول وبعد الأسوار. نعم. نحن الآن جلسنا مع اللجنة المكلفة بأمر التعليم. نعم. وشكلنا لجنة وذهبوا إلى ذاك الموقع وحددوا تكلفة المباني. نعم. وتصورات لمقترح بتاع فتح مدارس متوسطة وثانويات جديدة. نعم. والان هذا الامر جاهز عشان نرفعه لحكومه الولايه وللجنه العليا لحل مشكله زمزم. نعم. نعم. طيب الطلاب في معسكر زمزم حيمشوا المدرسه في نفس التوقيت اللي انتم قررتوه يوم الاحد؟ نعم، يمشي المدرسه في نفس التوقيت، ونبدا نرتب ونحاول نزوره من اول يوم، ونحاول نقف على حل الاشكالات. نعم. ميدانيا. شكر وتقدير الأستاذ إدريس محمد عبد الله مدير عام وزارة التربية والتوجيه ولاية شمال دارفور. شكرا للصراحة اللي انت تكلمت بها معنا، وعكسك للنقص الكبير لعودة الطلاب للعام الدراسي، إلا أنه ورغم النقص الكبير العودة في نفس التوقيت يوم الأحد القادم إن شاء الله. شكرا تقدير إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. الله يخليك.